طبعا كلنا شفنا القوات اللي كانت بتحمي رئيس المخابرات المصرية وكان عليها شعار الجي اي اس. النهاردة هنتكلم عنها وعن دورها وايه المهام اللي بيقوموا بيها، بس في الاول دوس لايك وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ. انا اسلام ابراهيم ودي الحكاية. بتتبع القوات دي لجهاز المخابرات المصرية واللي تم تأسيسه في العام 1954 على ايد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وبدأت العمل رسميا من الوقت ده. وأدار الجهاز في البداية اللواء زكريا محيي الدين، ومن بعده اللواء صلاح نصر في العام 1957، وبدأت تظهر قوة جهاز المخابرات وأصبحت من الأجهزة المخابراتية الكبرى في العالم، خاصة بعد حرب 1973 واللي أثبتت فيها المخابرات قوتها الاستخباراتية والعسكرية أمام الجيش الإسرائيلي. بعد ما قدرت المخابرات انها تزرع العميل المصري رأفة الهجان وسط المجتمع اليهودي في عام 1956، واستطاع نقل معلومات قيمة للمخابرات المصرية زي امدادات وتحصينات الجيش الاسرائيلي وفتحات قنوات النابالم الموجودة في قناة السويس، وساهمت كل المعلومات دي في نصر اكتوبر 1973. وبالحديث عن ما هي قوات الجي اي اس المصرية، لازم تعرف انها بتنتمي لجهاز قوي جدا وقادر على حماية امن مصر على مر السنين. كان اول ظهور لقوات النخبة المصرية لما سلم الجيش الوطني الليبي الارهابي هشام عشماوي المصري في مايو 2019، وهو ضابط فصل من القوات المسلحة المصرية عام 2012 بعد تورطه في عشرات من العمليات الارهابية ضد مصر وليبيا. وكان هشام عشماوي أمير المرابطين والقيادي في تنظيم القاعدة من مواليد 1978، والمطلوب الأول على لائحة الإرهاب في القوائم المصرية، وكان أعلن ولاءه لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظاهري، وتحالف مع كتائب أبو سليم، وشكل مجلس شورى مجاهدي درنة عام 2015. وظهرت قوات الجي اي اس في الصور اللي بثتها وسائل الإعلام وقتها، وكانت بتحمل على صدرها شعار الجي اي اس، وكانت بتمسك بعشماوي واللي تم اعدامه بعد كده، وده كان الظهور الاول للقوات دي. وتعتبر القوات دي هي القوات الخاصه لجهاز المخابرات العامه المصريه، وهي اختصار للاحرف الاولى من General Intelligence Security. وبتتخصص القوات دي في مكافحه الارهاب، وبيتم استخدامها في العمليات الكبرى زي تامين وصول شخصيات رسميه او مطلوبين للامن المصري بجرائم ارهاب. وبتتولى فرقة الجي اي اس العمليات شديدة التعقيد والسرية التابعة للمخابرات العامة المصرية خارج البلاد، وكمان بتتخصص في مكافحة الارهاب وتستخدم في العمليات الكبرى، وبتتميز بكونها مدربة على جميع الاسلحة وتجيد التعامل والقتال بكفاءة، اضافة الى كونها اكثر الوحدات احترافية واجادة للاشتباك. وبكده تكون خلصت حكايتنا، والحكايات جاية كتير، فما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتدوس اشتراك ولايك علشان تشوف الحلقات اللي جاية. سلام.